قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. من بعد العزة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن تخلف بنو إسرائيل عن القتال مع موسى عليه السلام، تلك الأرض التي اشتاق لفتحها موسى عليه السلام، اشتاق لدخولها، اشتاق لتطهيرها ممن عبد غير الله فيها من عبدة الأوثان والأصنام، نكص بنو إسرائيل عن الجهاد ونكثوا العهد بينهم وبين الله وتخلفوا عن القتال في سبيل الله، فعاقبهم الرب 40 سنة. ليش 40؟ لأن في هذه 40 ينتهي جيل ويدخل جيل آخر. 40 سنة هذه يستبدل الجيل بجيل جديد، ولهذا جعلها الله 40 سنة كاملة يتيهون في الأرض. شون يتيهون؟ يمشون في الصحراء كلما ظنوا أنهم سيخرجون، وإذا بهم بعد أيام وليالي يرجعون للأرض نفسها التي غادروها. يمشون ويمشون أيام وليالي، فإذا بهم رجعوا إلى نفس الأرض التي كانوا فيها، يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. أمرهم الرب عز وجل أن ينزلوا عند جبل، جبل اسمه الطور في الجانب الأيمن. أوحى الله لموسى: هذا مكانكم، امكثوا فيه، خلاص لن تخرجوا من هذه الأرض، أنتم في التيه، بعد 40 سنة سينجيكم الرب عز وجل. فجلسوا في الجانب الأيمن لهذا الجبل اسمه الطور. فالأرض ما هي أرض زراعية، ما في ماء، من أين يعيشون وكيف يعيشون؟ فاستسقى موسى لقومه. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. هناك حجر أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه، هذه المعجزة، أن يضرب بهذا العصا ذلك الحجر. فانفجرت منه 12 عينا، هذا الحجر خرج منه 12 عين، كل عين لسبط من أسباط بني إسرائيل. سبط روبيل لهم عين، سبط شمعون لهم عين، سبط لاوي لهم عين، سبط يهوذا لهم عين، كل أسباط، سبط يوسف بنيامين، كل سبط من أسباط بني إسرائيل أولاد يعقوب عليه السلام يعرفون العين اللي لهم، المشرب اللي لهم، ما حد يشرب من الثاني. هذا الماء ليس فقط الماء، كل ما أصبحوا في الصباح خرجوا من خيامهم من بيوتهم يشوفون على الزرع شيء اسمه المن، طعام حلو من أجمل أنواع الطعام، يقولون أبيض من اللبن وأحلى من العسل. مو بس يأكلونه، يأكلون ويخبزون منه خبزهم. وقيل المن هو أنواع من الطعام، مو نوع واحد، كل ما لذ وطاب من الطعام الله يرزقهم إياه. فإذا جاء آخر النهار تنزل طيور اسمها السلوى، وربما هو نفس طير السمان يسمونه، أو السمن حنا عندنا نسميه، أو غيره من الطيور، لهم طير اسمه السلوى، ينزل آخر النهار إليهم يمسكون بيدهم ويشونه، ومن ألذ أنواع اللحوم، ألذ أنواع الطعام، الحلويات والزروع، وكذلك ألذ أنواع اللحوم يأتيهم على شكل طير. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم
وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. تخيل بلا تعب، بلا زراعة، بلا حرث، بلا صيد، بلا أي شيء، يعني في أعظم من هذه النعم؟ الأمن الله أمنهم، الذل والهوان من فرعون الله نجاهم، الخوف ما في خوف، عايشين بأمن واستقرار، طعام وشراب، الماء يطلع من الحجر والطعام ينزل لهم من السماء والأكل يتيم إلى باب بيتهم. في أعظم من هذه النعمة؟ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. يعني الطلب الوحيد الرب اللي يطلبه منكم، لا تطغوا، لا تفجروا، لا تعصوا، لا تظلموا، عيشوا حياة باستقامة، الله يديم عليكم هذه النعم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما أمرهم الله بشيء صعب، أمرهم أن يستقيموا، أن يؤمنوا، أن يصلوا، أن يطيعوا ربهم، أن لا يظلموا بعضهم البعض، تستمر هذه النعم. لكن بني إسرائيل المشكلة أنهم بنو إسرائيل، حتى في النعم مجرمين، حتى في النعم، النعم اللي الله ينزلها من السماء أنواع المن، المن مو نوع واحد، المن الذي ينزل عليهم من السماء، هذا المن الله عز وجل اللي أعطاهم إياه بغير تعب ولا جهد ولا، والطير اللي ينزل لهم من السماء عشان يأكلونه، حتى هذا معاجبهم، معاجبهم. حتى في الصيف شوف النعم التي أنزلها الله عز وجل عليهم، قالوا حر يا موسى، الصيف شمس وما نتحمل حرارة الشمس، الله عز وجل أرسل عليهم بالصيف مو بالشتاء، وظللنا عليكم الغمام. تخيل بالصيف ويأتي غيم يحجب عنهم حرارة الشمس بس علشان يعيشون براحة. إذا الزروع والمياه والطعام والشراب والنعم تنزل عليهم من السماء، ملوا هذه النعم. شوف تخيل بني إسرائيل النعم ملوا منها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، صح هذا أنواع الطعام لكن ملينا، حتى الطعام ملوا منه. طيب انطروا 40 سنة بعدين الله يفتح لكم بيت المقدس وتدخلونها مرة ثانية وتجدون أنواع الطعام الأخرى، لا ملوا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، ما يبون المن والسلوى، يبون البقل، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، ليست مصر المعروفة، لا المصر الأرض، يعني إذا نزلت منزلتكم وقدركم، إذا نزل من القدر الذي فضلكم الله فيه إلى أرض الدنيا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. شفت أمة من الأمم ينجيها الله فتطلب عبادة غير الله، الله يكتب لها بيت المقدس وما تبي تدخله، معنى لو دخلت ما في قتال، لو دخلت بس لفتحها الله لهم، لكن أمة مغضوب عليها، أمة الغضب هذه. شفت أمة من الأمم الله سبحانه وتعالى ينزل عليها الطير والحلويات والأطعمة ومع هذا ما يعجبها، تدري أي أمة هذه؟ هذه أمة بني إسرائيل. كم عانى منها موسى عليه السلام، ولهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما أوذي
في معركة من المعارك من قومه وجادله بعض الناس. تدرون تذكر من الأنبياء؟ تذكر موسى. ليش؟ قال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. يعني بني إسرائيل اللي سوتها في موسى ترى مو شيء عادي، مو شيء بسيط، والله لو شنو ينزل عليهم من السماء، هم يكفرون، هم ينزعجون، هم يعصون، هم لا يقبلون، ما في شيء يقبلون فيه، لأنهم للأسف بنو إسرائيل جبلوا على هذه الطبيعة وعلى هذا العناد. سنكمل وإياكم سنوات التيح مع بني إسرائيل مع طبيعتهم القاسية والمعاندة وقلوبهم الغلف التي غلفت بذنوبهم ومعاصيهم. كونوا معنا في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. ذكر الأسباط ومن يعقوب والأمم الأولى والأقوام، تلك الأقدار لها مكتوب والعبرة ترسمها الأحكام. تلك مواعظها بالتفسير حتى أشرق فجر الإسلام، والوعد من الرحمن يصير مهما دارت فينا الأعوام. لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام.